العميد والعميد والعميد وجول جول حلو حلو حلو. قبل كربطة الخرائي من آخر ويطلع اللاعب إيهاب عثمان وعالية ودربكة وانتظر جول 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 جول. الله 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 الله. والله احنا النهاردة انا كنت امل ان احنا نكسب الماتش النهاردة عشان نبقى 8 ويبقى انا جبت الاربعه بونت اللي هم جابوهم في الدور الاول كله. وبعد كده احنا عندنا 3 ماتشات جايين في ملعبنا وعندنا ماتشين بره ملعبنا مش صعبين. انا لعبت الصعب كله فاضل لي البلديه بس اللي عندي اللي صعبه. الحمد لله الاداء كويس النهارده. عندنا 4 غيابات مؤثرين جدا. اللعيبه برده النفسيه وحشه ما كسبوش قبل كده ماتشات. احنا لسه مستلمين المهمه قريب واللعبة برضو محتاجة تكسب لسه برضو. انت عارف حضرتك المكسب بيجيب مكسب. فهارد لك النهاردة جون التعادل في الوقت الضايع خبطة في وش واحد وجاي جون غريب برضو. النهاردة فعلا التعادل بدعم الخسارة لان احنا كنا نازلين مصممين على 3 بونت. لكن حصل احداث مصيبة قبل الماتش وبعد الماتش من المدير الفني الكهرباء الطلقة. الراجل جه شد الجماهير من قبل المباراة واولاده معاه وشتموا الناس والناس ردت عليهم فشد الدنيا لدرجه ان الراجل عندنا ما كانش عارف يقول المحاضره بتاعته. هذا البرنامج برعايه